الكاميرا أو خشبة المسرح دي مجرد وسيط بالنسبة للممثل أو ميكروفون الإذاعة. يعني ممكن يبقى فيه ممثل إذاعة، ممكن يبقى فيه ممثل مسرحي، ممكن يبقى فيه ممثل للكاميرا. كل وسيط من دول له تكنيك مختلف. يعني في المسرح أنت بتحتاجي أن أنت تضخمي شوية الصورة الخارجية للإنفعال، ودايما الحجم في المسرح بيبقى واحد اللي هو اللونج، لكن في الكاميرا الأحجام بتختلف من كلوز لميديوم لميديوم كلوز للونج أو أمريكان شوت. وبالتالي كل حجم من دول بيستدعي من الممثل درجة معينة من التعبير عن الإنفعال. أكتر نصيحة ممكن أوجهها للشباب إن هم يكتسبوا خبرات وإن هم يهتموا جدا بوضوح الألفاظ. الممثل دايما محتاج إلى ورش. الورش هي عبارة عن تمرين للممثل إن هو دايما عارفة زي لعيب الكورة كده. لعيب الكورة لو منزلش يتمرن بينزل في الماتشات بتاعته الأداء بتاعه بيبقى أقل، لأن ما عندوش فتنس، ما عندوش لياقة. وكذلك الفن فيه لياقة فنية، والناس فاهمة إن اللياقة الفنية دي يعني ما في موهبة. لا، الموهبة محتاجة إلى تدريب، ولما يكون على ايدين حد متخصص زي دكتور محمد عبد الهادي بتفرق كتير قوي. النهارده في ورش كتير جدا بقت منتشره في الجمهوريه في كل حته، وبنشوفهم الاعلانات بتاعتهم في كل مكان. والحقيقه في ناس انا بقى لي اكتر من 30 سنه في الوسط، في ناس انا اعرفها وفي ناس انا عمري ما سمعت عنها قبل كده. فلما اجي اختار بقى يبقى لازم اروح لحد يكون له اسم كبير عشان يقدر يفيدني. يقولوا لي طب انت رايح تاخد ورش ليه؟ ده انت في السوق شغال، انت كبرت في السن، انت. لا، ده ملهوش علاقه بالسن تماما. اللياقه الفنيه دي لازم تكون متواجده، والبراكتسنج او التدريب لازم يكون دايما موجود، لان هي زي اي اله بتبقى محتاجه تتزيت، محتاجه تتلين عشان تقدر تأدي المطلوب منها بالشكل. لان كل مش بس المطلوب، هو كل مخرج بيبقى له وجهه نظر وبيبقى عايز اداء مختلف. فانا لو ما عنديش دواء مش هبقى متواجد. كاميرا والتمثيل الاثنين مع بعض، فكانت فرصه كويسه جدا ان اتعرف على قياده الممثل ازاي. تقولي الممثل يفهم شخصيه اللي مكتوبه في السيناريو، يطلع من شخصيته ويتقمص الشخصيه، وازاي المخرج كمان لازم يبقى ليه دور مهم جدا في انه يوجه الممثل. فلو هو ما عندوش الاكسبيرينس بتاعه توجيه الممثل هو عايز منه ايه تحديدا، دي بتاثر على الشخصيه. فكانت يعني دورة كويسة جدا وانا استفدت منها جدا. وحفيدي دخلته في دورة للأطفال، ياسين دخلته في دورة للأطفال، مبسوط جدا. احنا هنا بنتعلم تقنيات التمثيل، بنشغل كل الحواس بتاعتنا، الإدراك، السمع، أحاسيس المشاعر، ردود الأفعال. فهي يعني ورشة كبيرة وفيها ملمة حاجات كتيرة قوي قوي، منها تصوير برضو. والله الورشة أنا من زمان جدا نفسي فعلا، كانت النقابة عملنا ورشة وكانت جميلة جدا واستفدنا منها كتير جدا. وما جيت عند دكتور كان نفسي أجي فعلا يعني مع دكتور محمد عبد الهادي، لأنه هو ما شاء الله تبارك الله أكاديمية متكاملة فعلا. استفدت منه كتير جدا في حاجات عمل لنا عليها سبوت، يعني اللي هو في حاجات ايه كانت مرت علينا مرور الكرام، وفعلا بنشتغل وممثلين وكده، بس في حاجات ما كناش يعني ما كناش مكتشفينها. فعلا عمل لنا يعني درس لنا تقنيات التمثيل السينمائي، ايه الفرق بين التمثيل السينمائي والتمثيل المسرحي والتمثيل التلفزيوني. فركز لها، اشتغل على حواسنا، اشتغل ازاي ان احنا فعلا التخيل، ازاي نتخيل. لا بجد أكاديمية، يعني انا مش عارفة يعني اضاف لي كتير. طبعا دكتور محمد بيدرس كورس اول مره يدرس هنا في مصر، وهو فكره خط الامان للممثل، اللي هو ازاي انت يبقى عندك الاحساس بتاع حاله التبخر، ان ده يبان على ملامح وشك بس، ومش ما يبقاش عندك النيرف عالي كويس.
وده الفرق ما بين التمثيل المسرحي والتمثيل السينمائي. دكتور محمد بيقول انك لازم الاول تشعر بالاحساس خارجيا، ولما يجي الاحساس من الداخل هيعمل حالة من التبخر بس كده. دكتور محمد كان دايما بيقول ان التمثيل كذبة متفق عليها، يعني المشاهدين عارفين ان انا بكذب، وانا ذات نفسي عارف ان انا بكذب، بس الفكرة انك ازاي توصل الشعور للممثل، الممثل يوصل الشعور بتاعه للمشاهد، والمشاهد ما يبقاش عنده احساس بان في اي حاجة غلط. فده فادنا جدا من عند الدكتور محمد، ودكتور محمد بالنسبة لنا الاب الروحي. يعني اول مقابلة يعني كل واحد ما بيننا سأل كل واحد انت عايز تدخل الورشة ليه، فكل واحد كان اجابته غير التاني. يعني انا مثلا قلت له انا حابب ان انا اطور في ازاي احلل الشخصية اللي انا هاخدها، كذا حد قال له حاجة غير تانية، فدي الحاجة اللي انا استفدت منها، لان هو شرح ده ازاي تحلل الشخصية. فبصراحة فرقت معايا من ان انا كنت يعني بذاكر بحاجة سيناريو، وبدلوقتي بذاكر سكريبت بحاجة تانية خالص بوعي اكبر. انا كنت بتابع الدكتور، فكنت كمان الورشة يعني ما شاء الله هي متخرج منها نجوم، يعني احمد عز، احمد مكي، حنان مطوع، في ناس كتيرة جدا متخرجة منها. فالدكتور من نوع اللي بجد بتستفاد منه، يعني هو انت بتاخد الورشه بتستفاد. انا بقول لحضرتك انا باجي من اسكندريه، يعني اكيد المشوار ده كله عشان استفاد واتعلم.